And when the heaven splitteth asunder, because of the descent of the angels and awe towards the Lord, and becometh rosy, and become colored, like red hide, like different kinds of paint, and it is said, like the different colors of roses, and it is also said, red and black. Which is it, of the favors of your Lord, that ye deny? الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. And from his narration on the authority of Ibn Abbas that he said, when the verse, say, unto mankind cry unto Allah, or cry unto the Beneficent, 17-111, was revealed, the disbelievers of Mecca Abu Jahl, Al-Walid, Utbah and Shaybah and their host said, we know no one called the Beneficent except Muzalimah the liar who lives in Yamamah. So he is this Beneficent one, O Muhammad. And so Allah revealed this, the Beneficent hath made known the Quran, to Gabriel and the latter to Muhammad, and Muhammad to his nation. Allah sent Gabriel with the Quran to Muhammad, Bu, and the Prophet taught it to his nation. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان He hath created man, i.e. Adam, from the surface of the earth. He hath taught him utterance, Allah inspired him with the exposition of everything as well as with the names of every beast on the surface of the earth. 634, the sun and the moon are made punctual, their orbits are measured, and it is also said that this means, they are suspended halfway between heaven and earth, and it is also said that this means, they both will be taken to task and have a lifespan like the lifespan of human beings. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان The Najm and the trees adore, the stars and the trees prostrate to the Beneficent, and it is also said that Najm refers to vegetation that has no stalks. And the sky he hath uplifted, above everything, such that nothing touches it, and he hath set the measure, on the earth, he explained fair measure through the scale. That ye exceed not the measure, that you do not transgress or be unjust in measure. جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر. But observe the measure strictly, keep the balance of the scale justly, and it is also said that this means, observe your tongues by saying only the truth, nor fall short thereof, do not weigh less for the people such that you take away their rights. And the earth hath he appointed, he spread it on the water, for his creatures, for all created beings whether dead or alive. Wherein, in the earth, are fruit, different kind of fruits, and sheathed palm trees, which has foreskin or shells, or anything that has not sprouted up. Husked grain, all kind of grain, and scented herb, spikes of grain and fruits.